ناخد استاذه زينه. اتفضل. طيب اتفضلي يا استاذه زينه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتوره محمد. اتفضلي انا معاكي. اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره، انا معايا ابني طول على طول كده متعصب ويقطع في شفايفه، على طول متعصب خالص. تمام. يقطع في شفايفه. طيب الحاله دي بقى لها قد ايه؟ من يوم ما اتولد على طول كده. هو عنده قد ايه دلوقتي؟ هو عنده 6 سنين. تمام. لسه ما دخلش مدرسه؟ لا لسه حضرتك. تمام. ما بيروحش حضانه؟ لا هو راح حضانه بس عشان ظروف كورونا والكلام دوت يعني. اه تمام. طب قولي لي كده في المختصر السريع، يوم في حياته بيعمل ايه من اول ما بيصحى من النوم؟ طبيعه حياته يصحى عايز الفطار الكلام دوت، بس العصبيه دايما ازعق معايا، يتنطط، يتعلق على الشباك، الكلام دوت يعني. تمام. ممكن يخليني امسك حاجه خطر يطلع على الثلاجه. بتحس ان هو بيتحرك كتير؟ كتير قوي. تمام تمام. طيب هرد على حضرتك يا فندم. هنرد على حضرتك يا استاذه زينب. طيب هناخد استاذه ساميه. طيب نكمل مع استاذه ساميه. هو حفيدها يعني اعدادي او في الاعداديه. هو حضرتك يعني بتقول بيقرقط في ضوافره كتير. قرقطه الضوافر دي. واستاذه زينب بتقول بياكل في شفايفه كتير. دي كلها مشاكل نفسيه. اه تبول لا ارادي، قرقطه الضوافر، العض في الشفايف، ضرب اللي حواليه، يعور نفسه، او في بعض الحالات ربنا يعافينا انه بيقعد يهرش كتير لحد ما يعور نفسه. كلها دي اضطرابات نفسيه بتادي ان هو بيطلع الاضطرابات النفسيه في الحاجات اللي بيعملها ديت. بالنسبه لقرقطه الضوافر او عض الشفايف هي مشكله واحده، هي اضطراب نفسي. بمعنى ايه؟ ان الطفل ده اتكبت هو صغير، فبالتالي طرأ عليه ان هو مش قادر يقاوم الاب والام، فمش قادر يقاوم الظلم اللي بيحصل في البيت او الاضطهاد اللي بيحسه بالنسبه له، فبيبدا ان هو يقروط ضوافره او يقروط شفايفه، يقعد في شفايفه. ايوه ايوه. بالنسبه للاستاذه ساميه محتاجه صاحب حفيدها جدا. اذا كان باباه موجود او مامته موجودين برضك محتاجين ان هم، هي ما تقدرش تقوم بالدور ده لوحده يعني. هي هتقدر، لان دايما تيتا بتبقى الجانب الحنين، فتقدر تمتصه، تقدر تسمع له كتير جدا، تقعد تكلمه، تسيبه هو يعبر، ما تقترحش هي اسئلتها عليه، لان مجرد ما بتبدا تساله هو بيحس ان هو في حد بيحقق وراه وفي حد بيبحث وراه، فهو بيحبش، هو بيحب السريه اكتر. وبالتالي هو بيأدي وقته طول الوقت ما هو قاعد على الموبايل اكتر ما هو مثلا يقعد مع تيتا او يقعد مع حد من العيله، فبيأدي وقته كده عشان هو مش عايز يتكلم. فاحنا نبدا نتكلم، نبدا نذكر مثل من احد اطراف العيله ان هو حد عمل حاجه كويسه، بيذاكر كويس، ظروف، بدون مقارنه، لان المقارنه بتخليه يزيد في العند بتاعه. ما قارنوش مع حد مثلا من قرايبه، من حد معاه في المدرسه خالص، لان المقارنه بتخليه يكره الشخص اللي بيقارن بيه، وبيكره الشخص اللي بيذكر المقارنه نفسها. هو الاهل بيقلل، بيفقدوا ثقته في نفسه. هم الاهل بيكونوا متخيلين هو ان هم بيدفعوه، بيحفزوه ان هو يقارنه. لا، ده غلط. للاسف يعني بيجيب نتائج عكسيه تماما تماما، ودي من احدى اسباب العند. ان انا لما اقول له يا ده ابن خالتك او بنت خالتك او بنت مش عارفه ايه، او نبدا نقارنه بالجيران او حد في المدرسه او حد في الحضانه، فيبدا ان هو يكره الشخصيه اللي بنقارن بيها، بجانب يكره اللي بيذكر المقارنه، اذا كان الاب والام او اي حد، لان انت بتفقده ثقته بنفسه. هو انا قليل وانا ما اقدرش اعمل كده؟ وبعدين احنا ناسيين ان ربنا فضلنا بعضنا عن بعض، بمعنى ان كل انسان له قدره، احنا كلنا مختلفين عن بعض، ولكن ربنا ميز كل واحد فينا بميزه معينه. فاحنا نبحث عن نقاط القوه اللي عند اولادنا وننميها عشان يبقوا افضل من اي حد ممكن نقارن بيه، افضل من ان احنا ندور على نقاط الضعف ونضغط عليها. انا لما اجيب نقاط الضعف واضغط على حضرتك، يعني على سبيل المثال عند طفلي مثلا بيخاف من اشياء ما يتخافش منها، وليكن الحشرات مثلا او اي كائن من الحيوانات او حاجه، فانا لما اجي اقول له يا خواف، هو انت خايف من البقره؟ هو انت خايف مش عارفه من ايه؟ احنا كده ضغطت على النقطه وثبتها في العقل اللاواعي، فبالتالي ينتج عنا ان الخوف ده بدل ما هيبقى خوف ومرحله وتعدي، لا ده بيبقى خوف وثابت ويثبت في ذهنه، ويبدا يبقى شاب كبير او فتاه كبيره وبتخاف. طب وبتخاف من نعمل معاه ايه علشان ان احنا لا خوف. ان احنا نبدا لا ده انت شجاع، ده انا بشوفك شجاع جدا، ده انا شفتك لما بتشوف الشيء اللي بيخاف منه وليكن القطه او البقره او اي شيء من الحيوانات، بشوفك شجاع جدا ونفسك تقرب منها
وابدا اجيب له مجسم للشيء وابدا اخليه يتعامل معايا يلعب معايا وتدريجيا نقرب واحده واحده لحد ما يلمس الشيء لو امكن لمسه، يعني ما يكونش بيخاف من الاسد واقول له يلمس الاسد. وطبيعي احنا ككبار هنخاف من الاسد فده خوف طبيعي، انا بتكلم على المخاوف الغير طبيعيه لحد كده فخلص الموضوع وخلص الخوف وهيتعامل ايه كانسان طبيعي ويعيش حياته بشكل طبيعي جدا. تمام. نيجي للاستاذه زينب بقى. ايوه نيجي للاستاذه زينب، كانت بتتكلم طبعا ان طفلها عنده 6 سنوات بس هي بتقول لحضرتك ان هو من يوم ما اتولد، يعني هو ممكن يكون مولود بالعند؟ هو ممكن هي بتشتكي من يوم ما اتولد ان هو بياكل في شفايفه او بيقرط في شفايفه، فديت دي مشكله نفسيه بحته. لو احنا رجعنا الاستاذه زينب هقول لها دوري على المشاكل الاسريه، مشاكل الاسريه، خلاف بين الاب والام، اتنين شخصيتين اتعرفوا على بعض ارتبطوا مع بعض جابوا طفل، ما خططوش للطفل دوت هنربيه ازاي، هنتعامل معاه ازاي، هنتكلم قدامه ازاي، لما نختلف هنختلف ازاي، فبالتالي بيحصل تصادم بين الطرفين بين الاب والام قدام الطفل. الطفل دوت هو الحمايه بتاعته، الوالد والوالده دول المسند بتاعي، فانا لما الاقي الحمايه بتاعتي ومصدر الامان بتاعي بيتصادموا مع بعض بيحصل حاله رعب. حاله الرعب ديت ده بيعبر عنها ان هو بيبقى عنيد وبيصرخ وبيكسر في الحاجه ويخبط وبيعمل اسقاط على الالعاب بتاعته. لا بيقابل العند دوت بان هو بيرفض الاستجابه للاوامر، انه ما ياكلش، انه ما يلبس، انه ما يسمعش كلام ماما، كل ما ماما او بابا يقول له حاجه يعمل عكسها. لا بيعمل ان هو بيتجنب ويتقوقع بين نفسه وبيبقى بيقعد يقطع في شفايفه ويقعد يلعب في الالعاب وبيندمج مع التليفون بيندمج مع التلفزيون وبيتباعد تماما عن الاب والام، بيبقى مجرد ان الاب والام بيأدوا احتياجات الطفل بس، بمعنى ان هم مجرد ان هم راعيين للطفل مش مربيين، ان هم مقدمين احتياجاته البشريه بس. فبالتالي بيحصل اللي هو التصادم، هو تباعد من الصغر، فبالتالي لما بيكبر ندخل في حاله المراهقه اللي لسه كنا بنتكلم عليها ما بيبقاش في اي ود ولا صداقه بين الطفل والابوين، فبيحصل ان هو بينجرف ورا اصحابه او بينجرف ورا فكره خاطئه، فبيؤدي الى مشاكل فيما بعد قدام.